بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن الاكسس تي بي لينك اللي هي 840. طبعا الاكسس ده اكسس مشهور قوي وليه اكتر من تحديث، وده اللي هنعرفه النهارده. كمان ليه كفاءته، في نقطه كمان كفاءته في الشغل، شغل الشبكات وشغل كتير. الاكسس ده طبعا اجيبه مستعمل عشان اشرح عليه. زي ما انتم شايفين كده كده اشتغل الاكسس ده. طبعا هو بيقف كده دقيقه والناس بتقول ده فصل، لا ما فصلش، وده طبعا الفيرجن القديم. طبعا بيشتغل، طبعا الاكسس ده بيشتغل من الشغل اللي هو شغل النار، وفي نفس الوقت اشارته كويسه قوي، ارسال واستقبال وغير كده كده. ممكن ان هو يعمل لو انت عايزين تعملوا شبكه كبيره او في شركه، في شبكات عاديه، شبكات في شارع، ليه اكتر من طرق. طبعا لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان في علامه زرقاء او بورت ازرق والبورتات البرتقاني. طبعا البورت الازرق ده بنسميه الوان، تمام، بنسمي البورت الازرق ده الوان. الوان ده اللي هو ممكن يشغل بورد باند مثلا. البورد باند ممكن مثلا عن شبكة مثلا او اي حاجة، وزي مثلا راوتر فودافون. راوتر فودافون ده نقدر ان احنا زي مثلا بيبقى فيه يوزر نيم وباسورد، ده بنسميه البورد باند. في ناس كتير مش عارفاه، بس البورد باند ده شغال في اكتر من حاجة، والشركات الكبيرة بتشتغل على البرود باند ده. طيب دول ده طبعا مش كده بس، في هنا علامة لو انتوا هتشوفوها، العلامة دي بتاعت الريسيت، بعكس اي اكسس تاني. يعني اي اكسس تاني بتلاقي ان العلامات دي تبقى جوه شوية. هي دي عيب بالنسبه لي، عيب، لان طبعا لو اي طفل او اي حاجه ممكن يضغط على الزر ده ممكن يعمل ريسيت للجهاز، مهما اي حاجه، مهما ان انتوا مثلا برمجتوا الجهاز. اما الاجهزه التانيه طبعا بيبقى الزر ده جوه شويه، تستخدمه بقلم، تستخدمه بسن ابره، الحاجات دي كلها. وبرده الاتنين انتنه، الاتنين انتنه دول ثابتين زي بيلت ان كده. طبعا لو هما اتنين انتنة بيبقوا ممكن تتغيرهم، بس طبعا في الاجهزة القليلة دي مفيش الكلام ده، مفيش اللي انت ممكن تغير اللي تغيره ويطلع كفاءته، زي مثلا البوليت وزي الحاجات دي كلها. طيب ورا ورا ايه اللي هنا ده؟ اللي هنا ده بيقول لك الفيرجن، بيقول لك اليوزر نيم والباسورد، بيقول لك مثلا تقدر تدخل عليه ازاي، زي تي بي لينك دوت نت. السيريال بيقول هنا مثلا الباسورد، الحاجات دي كلها. طيب عايز اوريكم حاجه، احنا ممكن نغير الفيرجن بتاعه، ممكن نغير السوفت بتاعه. طيب مثلا ده فيرجن 1، ده كان 2014، نحاول نغيره، ناخد ده كده، تمام. ده واحد، ده 2013، اخر حاجه كانت 2014 لي بالنسبه للفيرجن 1. طيب احنا لو جربنا فيرجن 6، تيبي لينك فيرجن 6 هل هيقبل؟ وده برضو ايه، هنجربه. فريم وير، وادي فيرجن 6، ده كان 2018، ده الاصدار الجديد جدا، وبرضو مش هنخسر حاجه ونجربه، تمام. دلوقتي ندخل زي ما انتم شايفين كده، نخش على تي بي لينك. هتقولوا هعرف الباسورد ازاي؟ طبعا هجيب كده، طبعا هي الباسورد هنا، هو ده. طيب هو الباسورد كام؟ 0 5 5 6 4 6 7 5، تمام.
تمام كده، ونشوف بقى الجهاز ده نظامه ايه. شوف بقى الجهاز ده هيشتغل ازاي. طبعا انتوا لو خدتوا بالكم من حاجه، ان في بيقول لك الدخول هيقول لك تبي لينك دوت تبي لينك واي فاي دوت نت. لا احنا ممكن ما نستخدمش ده، نكتب مثلا 192.168.0.1. بصوا كده دخل عادي. تمام، ادمن، اليوزر نيم ادمن، والباسورد برضو ادمن. تمام، طيب ده كل حاجة فيه. طب نغير الفيرجن، نغير فريموير. سيستم فريموير، نعمل اختيار، طبعا هيبقى هنا هنختار فيرجن 6 ونشوف. ناخد ده كده، هل هيقبل الابجريد؟ نقول له موال. نشوف كده، قال لك لا مش هو. شفتوا الفرق في النقطة دي؟ طيب نخش تاني فيرجن 1. هو طبعا مش مكتوب عليه فيرجن، فهيبقى هو نفس الايه فيرجن 1 اللي هو ده. طب اقول له ابجريد ونشوف. طبعا هو برضو رفض. تمام، فنشوف تاني كده، رفض الاتنين، يبقى كده احنا اتأكدنا 1000000% ان ايه مش هو الجهاز. طبعا قبل اي حاجة انا كنت عايز اعرفكم على السوفت وازاي نقدر نبرمج بيه قبل ما نحوله. طيب نرجع تاني، انا عايز ابرمج الجهاز ده اعمل ايه؟ استاتيوس اول حاجه بيقول لك الجهاز ده ايه لان، والفريم وير هنا ايه، الفيرجن بتاعه. تمام، بيلت مش كاتب طبعا فيرجن ايه. تمام، فيرجن 2، ده فيرجن 2 هاردوير فيرجن، ده فيرجن 2. تمام، كل البيانات، كل شويه تلاقيها تقفل وتفتح كده، بيحدث لك كل حاجه. وده الوان، الوان اللي انا قلت لكم عليه اللي هو البورت اللون الازرق، هل هو سحب اي بي لما حطيت اليوزر نيم والباسورد في البرود باند، سواء برود باند مايكرو تك اي حاجه باي سيستم، سيستم الشبكات سحب البرود باند ولا ما سحبش. وطبعا تبقى في الشركات الكبيره. تمام، وده اللان. طبعا بيقول لك اللان الرئيسي بتاعك كام، 192.168.0.1 و255.255.255.0، او اللي احنا بنسميه 24. طيب نعمل كويك سيت اب، نعمل كويك سيت اب نيكست. طيب بيقول لي ايه ده كله برود باند. تمام، نقول مثلا هنا نيكست. طبعا هيقول لي لا، ليه؟ لان كل ده عايز نعمل يعني نحط الكيبل، هو هناخد الكيبل نركبه في الازرق، وبعد كده نخرج الباقي كله في اللون الاصفر. يعني نخرج مثلا لاي حد تاني، ده زي نظام شبكة اللي داخل فيه الازرق، ونبرمج، وبعد ما نبرمج بيه نطلع منهم الاصفر. طيب نعمل ايه تاني؟ طبعا الدبليو بي اس ده قصة تانية. مثلا الدبليو بي اس ده زي هو نفس زرار الريست. مثلا جت كده، مثلا انا مش عايز ادخل الباسورد لحد قريبي، ودخلته على الدبليو بي اس على التليفون بتاعه ولا اللابتوب بتاعه، وضغطت على الزرار، مجرد ما اضغط على الزرار ده خلاص هو كده اديت له الباسورد. يعني نظام حاجة جديدة يعني. طيب اول حاجه في النتورك الوان. تمام، فبختار نوع الكيبل اللي دخل الوان. طبعا ده برود باند اللي هو بي 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 او دي، دي حاجات طبعا برضو زي حاجه زي البرود باند كده، وده حاجه ثابته وكده. اقول له الاي بي اللي هيخش والحاجات دي كلها، كل ده من السيستم نفسه. تمام، دي انا مش عارف ايه بالظبط. اللان الرئيسي، انا عايز اغير اللان بتاعي،
اغيره ازاي؟ يعني ممكن اخليه واحد واحد، ممكن اخليه واحد اتنين، مش لازم ده يكون الرئيسي يعني. طبعا ممكن اغيره باي حاجة تانية، كل حاجة، بس ده المشهور 255-255-255-0، ده ايه المشهور. طيب الوايرلس اللي تلات ارباع الشغل عليه، طبعا احنا ممكن نغير ايه الاسم، تمام، نغيره اسم الجوكر مثلا، تمام. الدولة طبعا كل دولة وليها حاجة، اليابان 13 حاجة، 13 دولة، مصر مش عارف 11 حاجات كده يعني، تمام. خلينا في البرازيل، نختار مثلا 11 ان بي. طب ايه الفرق بين الثلاثة دول؟ في واحدة منهم اللي هو 11 بي، هتلاقي اللي هو النطاق، البث بتاعه اعلى، بس مش كل الموبايلات هتشتغل عليه. هو اهم حاجة هيبقى ده نطاقه قليل شوية، لانه هيبقى اكتر من تردد، بس في الاول والاخر ايه ان هو هيشتغل كل الموبايلات عليه، تمام. طبعا 20 و40، مش كل الموبايلات وكل حاجة بتشتغل على 40، طبعا ده اعلى والتردد بتاعه احسن في البيانات، واللي هو ضخ البيانات، بس مش كل الموبايلات تشتغل عليه. يعني انا مجرد ما اشغله ممكن اشغله على اللابتوب، بس ما اشغلوش على الموبايل مهما كان نوع الموبايل. القناة ده لحد 13 قناة، ممكن اشغل مصر هتبقى 11 قناة، وهكذا. كذلك اليابان مثلا 13 قناة، وبرضو كل الموبايلات ما بتشتغلش على غير لحد 11، تلات ارباعها برضو، وفي الاخر بنقول سيف. طيب طبعا انا ممكن اشغله لو انا عندي سيستم بدون ايه، بدون اي سيكيورتي، اللي هو سيكيورتي بين، او مثلا اللي هو الباسورد. طيب ده عادي، اللي هو واب دبليو بي ايه ده عادي، ممكن اي شخص يخترق كل العالم. ده صعب الاختراق شوية، صعب او اللي هو ايه يعني، هو هيخترقه برضه. دبليو اي بي طبعا انا بقول لاي حد بلاش يشغل على دبليو اي بي، دبليو اي بي ده ممكن اي حد يخترقه. يعني انتوا يا تشغلوا الاولاني، ده يعني ايه، ما هقول الاختراق بتاعه هيبقى صعب شوية، يا اما التاني. طيب طبعا ده قوة الباور والحاجات دي كلها، اداء الجهاز نفسه. طيب في نقطة تانية، في حاجات بتحصل كتير لما تحس ان الجهاز بتاعك بيعمل قفلة، يعني يبقى شغال النت عادي ويديك اشارة وكل حاجة، وفي نفس الوقت ما بيدلكش نت. هقول لكم على قصة، بيبقى الراوتر الوايرلس بيودي للجهاز ده، اي جهاز، اي جهاز اكسس بوينت، وجهاز الاكسس بوينت بيروح للدي جي دي اتش سي بي، ويبقى فيه علامة دي. يبقى انا دلوقتي الجهاز اللي هو الراوتر هو اساسا الجي دي اتش سي بي اللي انا بقول له انا هديك، بيقول للاجهزة انا هديكوا ايباهات فرعية، والجهاز ده بيقول له انا هديك ايباهات فرعية، فده بيدي اي بي 192.168.0.100 او 99 او اي حاجة، والتاني بيدي لهم 120 مثلا، فبيحصل تخالف، فبيحصل قفلة. ولازم الدي اتش سي بي ده يبقى ديسيبل، ده رقم واحد، تمام. انا مش عامله ديسيبل طبعا لان بشرح دلوقتي، بس لازم يبقى فيه ديسيبل. دي حاجات كده. الحاجة بقى اللي انا لازم نعملها دلوقتي ان نحدث السيستم ده، لان السيستم ده قديم شوية، تمام. ازاي نقدر نحدثه؟ طبعا على الموقع الرسمي اللي انا وريتهولكم في البدايه، تمام، اللي هو ده، دخلت عليه تي بي لينك عادي خالص، وبقول له ايه انا عايز احدثه، تمام كده. سبورت، اخش هنا سبورت، يقول لي انت فيرجن ايه. طبعا اخترت واحد، واخترت ايه ستة كده ايه، قلت اجرب عشان انا عارف انه هيبقى في فيرجن 2، بس انا طبعا ايه عايز اوريكم هيحصل ايه. طبعا هنا بيقول لي ايه سيت اب فيديو، ازاي اقدر اسطب فريم وير، ولو في ابلكيشنز طبعا ده هوريه لكم برضو. طبعا ده كان 2016، اخر حاجه فيه 2016. طب ننزل بقى السوفت ده ونجرب، ده اول حاجه. هل ده بس ده خلاص كده؟
تعال نشوف بقى ايه الابس اللي موجودة، ايه الابليكيشن. ممكن يتعرف عن طريق الباركود، تمام، ممكن من جوجل بلاي او ابل ستور. ده حاجة كويسة. جي بي ال كود، تمام، ده كويس. ده سيستم نقدر نتعرف على كل الاجهزه التي بي لينك اللي في الشبكه كلها عن طريق الايه، برنامج معين على الابليكيشن اندرويد، يعني ده فيرجن 2 في القصه دي، ممكن نعرفه على الابليكيشن بتاع اندرويد او ايفون. تمام، ماشي، نعمل كده تاني، نخش على ايه، على تي بي لينك، ونحدث تي بي لينك باخر تحديث نزل. وممكن يكون التحديث ده كويس، ممكن يكون وحش، هو وايه. وطبعا عايز اشوف حاجة تانية، طبعا فيرجن 2. طبعا انا خدت فريم وير تاني، انا خدت فيرجن اللي هو كان 2016. طب انا عايز انزل الفيرجن اللي قبل منه، طبعا هو فيرجن 1. كنت عايز اوريكم القصة دي بس ايه، هي مش موجود. طب النهارده هو دخل على الجهاز. طب نعمل تحديث بقى، نخش كده سيستم تولز فريم ورك ابجريد، هنا نحدثه باخر تحديث. طبعا ده فيرجن 1، ده فيرجن 2 اهو، نفك الضغط طبعا اهو، استول ده كده فيرجن، ده فيرجن 2 هو ده، هنقول له ابجريد ونشوف هل هيقبل ولا هيبقى زي اخواته، ده الفرق. طبعا برضو احنا عايزين نشوف حاجة هنا، شوف كده هيعمل ايه. طبعا زي ما شايفين كده اللمبة بتيجي تطفي. طبعا اي هز في الجهاز وهو بيعمل ابجريد ممكن يبوظ لك الجهاز كامل. دوس بقى اقل حاجة تعمل شحن فلاش. طبعا هو مين اللي يقدر يعمل شحن فلاش يعني، بس صعب شوية. طبعا زي ما انتوا شايفين كده قفل خالص، التاني زي ما شايفين اللمبة بتعمل ايه بالظبط. اي جهاز تي بي لينك بنفس القصة دي، يعني هو سهل شوية في البرمجة مش صعب. كل الاعدادات يا اما من كوك سيت اب او من الوايرلس زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الجهاز ده اللي هو يعتبر اكسس بس، وربيتر يعني يقدر ان ياخد شبكة ويحولها لاكتر من شبكة، بس ما فيهوش استقبال، ما فيهوش خاصية الاستقبال. في حد كان قال لي في خاصية استقبال طبعا بطريقة معينة، بس انا معرفهاش عشان ما اكونش كذاب، انا معرفش الطريقة دي. طبعا هنا كده قفل تاني، نخش تاني كده ونشوف في نفس 192.168.0.1 اهو كده، نشوف ادمن وادمن، ندخل كده نشوف هيبقى متغير عادي نفس الشكل، بس اكيد الامكانيات ايه اتغيرت شوية. طب نعمل كوك سيت اب كده، هيبقى نفس ال، هو تقريبا نفس كل حاجة. جست نتورك، طبعا هنقدر نتحكم ان هو يشتغل في ايه، نشتغل في وقت قد ايه ويقفل في وقت قد ايه، او يشتغل 24 ساعة زي ما هو all day في 24 ساعة. الحاجات دي كلها نقدر نتحكم فيها. تمام، اتش سي بي
طبعا يو بي ان بي، يو بي ان بي دي انيبل. في نقطة كده في الكاميرات، ده البورت، دي البورتات اللي انت تقدر تشتغل عليه. طب الكاميرات، الكاميرات يو بي ان بي لازم تكون شغالة عشان نقدر نتحكم بالكاميرات من بره مكان الكاميرات. يعني احنا طبعا الكاميرا اللي هو الجهاز اللي هو دي في ار بنشغل، بنوصله بايه؟ بنت، صح؟ بنوصله بانترنت، لازم ان يكون البورت ده مفتوح يو بي ان بي، لازم. ده من ضمن الحاجات لازم. ممكن لو انا تسيبه كده ما اقدرش، لو انا عندي كاميرا ما يشتغلش، تمام؟ لازم برضو دي حاجة ايه اكون عارفها. كده كل حاجة ايه تقريبا زي ما هو القديم يعني. لا بس في حاجة اتغيرت، هي ما كانتش كده يعني، ما كانش الاسم والماكس والشانل ده الشكل ده اتغير، تمام؟ طبعا الماك وايرلس ماك فلتر، ممكن يبقى وايت ماك يعني اللي هو دناي او قلق، يعني مثلا انا اقدر، وده منعا للشبكات الهاكر. اقدر مثلا اخلي ماكات معينه هي اللي شغاله بس، اللي هو الوايت ماك او البلاك مات، بلاك اللي هو بلاك ليست، البيس ليست. ممكن اخلي ماكات معينه يعني، طبعا يا اما ماكات هي اللي شغاله، يا اما كل المكات بلاك ليست ما عدا المكات دي برضه هتبقى زي الوايت ليست، تمام؟ بلاك او يعني مثلا انا اسمح لشخص، او مثلا اسمح لكل الناس، ده معنى، دي معنى اللي هو الفلتر ماك. وده للاختراقات تبقى ايه احسن كتير، لان اي دلوقتي في برامج معينة على الاندرويد ممكن تخترق، لازم تكونوا يعني ايه شاكين اوي في حتة الاختراقات دي، لان بتضيع لكم النت. طبعا النت دلوقتي بايه بجيجات مش زي الاول يعني، تمام؟ وشكرا ليكم، ويا رب اكون استفدتم من الشرح ده. لو في اي حاجة ممكن ترسلونا على التعليقات، ويا ريت مشاركة عشان نقدر نكمل. وتصبحوا على خير، مع السلامة.